في ناس حتى الآن مستمرة. أنا محمد حسون، مهجر قصري من مدينة حلب. اليوم الذكرى السابعة لاقتلاعنا من جذورنا، من أرضنا، من مدينة حلب. 7 سنين ونحن غرقانين في نيران الشوق لمدينتنا، لجذورنا، لأرضنا، للأحياء اللي ربينا فينا. 7 سنين ونحن كل يوم بيزيد شوقنا أكثر وإصرارنا أكبر لرجعتنا لمدينة حلب. عشنا فيها أيام لا تنسى من بداية الثورة وحتى آخر يوم فيها، آخر 40 يوم فيها عشناها لحظات الحصار وكل وسائل الإجرام الأسدية اللي استخدمها في تدمير جمال حلب، في تدمير أسرار وصمود أهالي حلب. فشل فيها النظام في لحظة من اللحظات أنه يطالع مدينة حلب في أكثر من سيناريو استخدمه هو والعصابات المساندة له وحلفائه المجرمة، إن كان الروس ولا الإيرانيين ولا حزب اللات. صمدنا فيها لآخر دقيقة، استشهد فيها أبناء كتير من المدينة، وكتير ناس كانت عايشة ضمن المدينة فقدناهم ضمن المدينة. 40 يوم كنا كل يوم في عنا عرس لشهيد، كان عنا كل يوم تدمير لمباني وإرث لأبناء المدينة. 40 يوم استشهد فيها رئيس المجلس اللي كنت أنا مقيم فيه واللي هو مجلس حي الشيخ سعيد، سلامة رئاسة المجلس، كان هو حي ملاصق تماما لجبهات النظام، كان في إصرار دائما من النظام لاقتحام هذا الحي. طبيعة الحي كانت ريفية فيه مساحات أراضي استثمرناها لحتى نصد ونقاوم ونصمد في وجه النظام من خلال زراعته. كاتفت أهالي الحي لحتى يوقفوا في وشه، ونضل نحن عنا أكبر فرصة ممكن لحتى نقاومه. كل يوم كان في اقتحامات للحي ولأحياء المدينة، ولكن أبناء المنطقة صمدوا لآخر دقيقة. 40 يوم كنا كل يوم نخسر للأسف حي، كنا كل يوم يتقدم النظام بوسائل الإجرام، ما يعني ما ادخر جهد أبدا في استخدام أي نوع من أنواع الأسلحة ضد أهالي المدينة، من العنقودي للارتجاجي للبراميل اللي بشكل دوري، صواريخ الفيل، كل أنواع الأسلحة اللي عبرت عن إجرامه استخدمها بأبناء المدينة لحتى يطالع أبناء المدينة منا ولحتى يقتل عزيمتهم. ما استطاع، ولكن وصلنا لمرحلة صار الأمر إجماع دولي على إبادة أبناء المدينة، ولكن أبناء المدينة مع هيك ثلة من أبناء المدينة الصادقين المخلصين لهي المدينة استمرت وصمدت، كسر الحصار عن مدينة حلب لمدة 10 أيام تقريبا. خرج منا البعض إما للعلاج أو للخوف، لأنه بالنهاية نحن بشر وما كل الناس عندها القدرة على الصمود والصبر بشكل متساوي، وهي طبيعة بشرية. أغلق الطريق على من تبقى في مدينة حلب، هاي الثلة بقيت لآخر دقيقة بثلاث أحياء أو 4 أحياء اللي هن السكري، المشهد، الزبدية، وصلاح الدين. ولكن إجا القرار المؤلم اللي هو إجلاءك عن مدينة حلب، الاتفاق على إجلاء أبناء المدينة عن مدينتهم، عن جزورهم، كان هو قرار فيه غصة كبيرة وفيه ألم كبير، وبنفس الوقت كان فيه متنفس لبعض أبناء المدينة، وخاصة أنه أنت عم بتشوف ابنك إذا بيتصوب ما في عندك مقومات لتعالجه، مقومات الغذاء اللي كانت موجودة كانت جدا ضعيفة لحتى الناس تستمر وتصمد. فكان فيه بصيص أمل لدى بعض الناس لأنه نحن هي ممكن تطلع، ولكن على إصرار وعزيمة وعلى أمل أنه ترجع لجزورة وأرضها. طلعنا من مدينة حلب، واليوم ذكرى السابعة. شفنا الباص الأخضر، طلعنا بالباص الأخضر. كنا نحن في باص لا يتجاوز عدد ركابه 50 واحد ككراسي. أنا كنت ضمن
الباص كان في معنى ايتام. صرنا بعد الراموسة بعد النقطة صفر بيجينا خبر احترقت باصات كفرية والفوعة. ببساطة احترقت باصات كفرية والفوعة يعني انت صرت بين فكي كماشة شبيح على يمينك والإيراني على يسارك والروسي موجود وانت بمناطقه لا فيك ترجع ولا فيك تكمل وانت طالع اعزل ما في اي شيء ممكن انت يعني انت رحت ضحية ورحت اسير بين ايديهم بدون اي مقومات مقاومة. 18 ساعة انت واقف في هذا الباص 18 ساعة وهي اللحظات انت موجود حواليك دويليب شغالة من قبل الشبيحة وهن عم يفتلوا حواليك الباص ممنوع يطفى. هذا كله رغم كل ما في مظاهر من ألم وقهر ما أثر. لما بيجي طفل بيقلك كان في ضمن الباص مجموعة أطفال من دار أيتام من حي الأنصاري صلاح الدين عفوا بيقلك عمو أنا عطشان وانت ما أنا قادر تأمن له بق مي لأنه انت 18 ساعة كل اللي معك يمكن يكون عبوة مي فتم استهلاكه ما في وممنوع تنزل من الباص وانت عندهم. القهر الأكبر بعد ما مشيت القافلة بعد 18 ساعة بيطلع ضابط روسي بيقول لك نحن أهلكم اللي بيحب ينزل أهلا وسهلا نحن ما لنا عنده شيء. كل الإجرام اللي عشناه كل القهر اللي عشناه والحافلة ماشي وانت عم تودع أرضك عم تودع ذكرياتك الحلوة والمرة عم تترك قلبك هونيك وبتطلع وبيطلع روسي بيقول لك نحن أهلكم إذا بدكم ننزلوا واللي مفروض عليه يطلع نحن هون نحميه. وصلنا للراجنين كانت نقطة صفر أنت مقهور وميت لأنه تركت قلبك وروحك في حلب. الدنيا مسكرة انتهت الحياة في قلوب معظمنا وأنا واحد الناس طلعت خلص خلصت الدنيا أنا تركت حلب وطلعت اللي ما كنت متخيل في يوم من الأيام أنه أتركه وأطلع. مع هيك يومين عم تحكي معنا ولكن نحن عم نسمعك الصوت عم يدخل وبيطلع ما عم ندرك ايش عم ينحكى معنا. في اهل موجودين في المناطق المحررة في ريف حلب وريف ادلب استقبلونا وحاولوا يخففوا عنا ولكن الالم كبير والمصاب جلل. انتهت الحياة؟ لا. هذا الشيء اللي شفناه من أهلنا اللي موجودين في المناطق هاي ولد عنا حافز ورجع زرع جواتنا بذرة جديدة لأنه نحن لازم نرجع. سوريا كلها أنا وحلب أنا وهي مرحلة مهما طال الطغيان ومهما طال الظلم هذا رح يزول. عدى كتير على حلب إجرام عبر التاريخ كل المجرمين راحوا وضلت حلب ونحن بهمتنا إن شاء الله وهمة كل الصادقين من أبناء البلد هاي المرحلة رح تكون مؤقتة ونرجع لحلب. استمرينا بناء على هذا الموضوع وتم يعني خليه التخطيط على المستوى الشخصي اللي ينعكس بالنهاية على مجتمعنا وعلى قضيتنا. تخرجت الحمد لله 4 من كلية الاقتصاد وحاليا طالب ماجستير وصلت لمرحلة الرسالة في إدارة الأعمال. هذا الرصيد والمخزون اللي مخزن جواتنا من مدينتنا إن شاء الله نحن بالعلم اللي عم ناخده وبالإصرار اللي عم ناخده وبالاستمرار لقضيتنا بإذن الله تعالى راجعين لحلب وراجعين لحلب بالصورة اللي نحن منحبها حلب الحرة حلب العزة حلب الكرامة.